تتعدد أشكال المعاناة التي تصل إلى جزيرة سقطرى وتقربها من واقع حرب عملت الجزيرة على الهروب منه، وساعدها في ذلك موقعها الجغرافي. لكن هذا لن يصمد طويلا، فقد بدأت أوضاع الأهالي هناك تزداد سوءا، وبدأت السيولة المالية البسيطة في النضوب، وذلك بفعل عوامل عدة قادمة من الوضع العام للبلاد. اتجاه التجار بالاحتفاظ بالعملات وعدم توريدها في أي مصرف، تخوفا من ارتفاع أسعار الصرف الدولار، وهي عوامل من شأنها فرض المزيد من الأعباء على سكان اعتادوا إدارة حياتهم بصورة بسيطة بعيدة عن كل تعقيد، حيث يعتمدون في الغالب على دخل مرتبط بالأرض وثرواتها التي بالكاد تكفي لشراء حاجيات يومية يتم استيرادها من أماكن بعيدة. تراكمت هذه الأزمة على سقطرى والعملة الموجودة داخل المصارف يعني راحت وتلاشت وضاع البعض منها، واحتفظ المستثمرين والأصحاب النقود بنقودهم في بيوتهم. ووفقا للمصرفيين، فإن من شأن التأثيرات الطفيفة في الحركة النقدية وغياب العملة في الجزيرة إحداث أزمات كبيرة يصعب الخروج منها أو تجاوزها، وهي تأثيرات تمس مصائر الناس.